حقق فريق مملكة البحرين المركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي احتضنتها مؤخرا مدينة شنزن الصينية بمشاركة ما يزيد على 61 دولة. مشاركة وليد وعيسى وعبد اللطيف جاءت قاصدة نيل إحدى المراكز المتقدمة في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي أقيمت في الصين مؤخرا والتي أضافت لهم مجموعة من المهارات العملية والنظرية في مجالات عصرية وحديثة مرتبطة بالحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يجعل منهم فيما بعد أشخاصا يعتمد عليهم في تطوير مختلف المؤسسات الحكومية في المملكة وتحسين شبكات تقنية المعلومات فيها. لما كنا المركز الثاني على الشرق الأوسط فنتأهل طبعا حق المرحلة اللي بعدها، هي تكون على العالم وكل منطقة يكون فيها الثلاثة الأوائل يتأهلون حق مستوى العالم. فالمستوى العالم غيروا الفكرة، يعني فكرة الامتحان ككل، فصار مركزين على اللي هي النيو تكنولوجيز في البيج داتا والاي اي والكلاود كومبيوتينج سيرفيسز. قبل المسابقة بشهر بدنا نشوف الأمثلة الواقعية المطبقة في عدة دول وأولها الصين يعني، فكسبنا خبرة من هذه الحلول. بعدها حضرنا التدريب من هواوي في البحرين وتدريب في جامعة البحرين. اختبارات عملية فعلية فرضتها عليهم هذه المبارزة الفكرية، خضعوا لها لمدة 8 ساعات متواصلة، تعاملوا فيها مع أحدث الخدمات والأجهزة المتطورة التي حلت على بدن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بهدف التأكد من مقدرتهم على تصميم حلول تقنية في إطار زمني قصير وتوظيفها ضمن نطاق التعليم الذكي والمدن الذكية. في هذه 8 ساعات قدمنا حل لمشكلة المدن الذكية والتعليم الذكي عن طريق استخدام الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. في أيام وليالي سهرناها نستعد حق هالمسابقة، ضحينا من أوقاتنا من قعداتنا مع الأهل، كان لازم نضبط أوقاتنا بين الدراسة في الجامعة وبين الحياة الاجتماعية بس عشان نحقق هاي الفوز. مخرجات معرفية وفوائد إيجابية لا يمكن حصر مخزونها، والتي من المؤكد أن أعضاء الفريق البحريني قد اكتسبوها من خلال مشاركتهم في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، ولعل من أبرزها تجهيزهم لقيادة هذا القطاع الحيوي وتعزيز مستوى التنافسية لديهم وتشجيعهم على المساهمة بدور فاعل في تنفيذ مسيرة التحول الرقمي ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البحرين. تصميم وكمال دراية، كفاءة والعمل بروح الجماعة لرفع اسم البحرين عاليا بدافع وطني، من المؤكد أنه أصل الحكاية. كلها أسباب وقفت خلف الإنجاز المشرف الذي سجله هذا الفريق البحريني في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات التي احتضنتها مدينة شنزن الصينية بتحقيقه المركز الثالث على مستوى العالم بمشاركة ما يزيد على 100,000 طالب جاءوا من 61 دولة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.